السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الوالدات. اليوم ان شاء الله نديرو وصفة تاع دجاج محمر، يجي طري بزاف وبنين. نبداو على بركة الله. بون، واش عندنا؟ عندنا اطراف تاع دجاج، عندنا حبة بصل مع سنينة ثوم، عندنا ملح، فلفل عكري، فلفل كحل. هنا راس الحانوت الا ما عندكش ديري توابل تاع الدجاج. مكعب جامبو دجاج اختياري، ماشي لازم ديريه. زنجبيل وكمون. انا هنا نروح نرابي البصل ديالي مع الثوم ونولي. انا هنا راني رابيت البصل ديالي مع الثوم، نزيد لي زيبيس. نزيد جوج مغارف زيت. كيما راكو تشوفو هنا، تحبي تزيدي طوماطيش تاع بيض زيدي اختياري. نبدا نحط الاطراف تاع الدجاج اللي عندنا هكذا. انا هنا حتى الكبده ونحمرهم. هنا تحبي تقليهم، تحبي تحمريهم كيما تحبي. خلط بيدي. انا هنا واش ندير؟ كيما راكم تشوفوا انا نتقب بصبعي ونبدا ندخل في هذا لافاس. كيما راكم تشوفوا ندخل هكذا باش يجي بنين، حتى من الداخل يجي بنين هكذا. كل مرسو نخدم له مليح هكذا. نزيد معكم ها، نفتح ونغطيك هنا هاد لو كوتي ها هكذا. على بالي تغنجقوا كاع الدنيا، بصح المهم الريزولتا تلقاو دجاج طري وبنين. انا نكمل كاع نتبل مليح الدجاج ديالي ونولي. انا هنايا تبلت كاع القطع ديالي تاع الدجاج. هنا تحبوا تخبوه، تغطوه بسيلوفان، تخبوه في الفريجيدار للعشيه ولا الغدوه من داك. سينو تحبوا ديروه هنا في ساشي وتخلوه توجدوه، باش كي تجبدوه من الفريجيدار ديريكتومون طيبوه. انا نديروه في ساشي. ما عندكش الساشي هذايا تاع الطبخ ماشي مشكل، ديري غطي بابي الومنيوم الفوق وكي يطيب نحي عليه باش يتحمر هكذا. نكمل نحط كاع المرطو تاع الدجاج ديالي هكذا. يعني كي تشوفوا اللون ديالو ولا غير جربوه، الوصفة هايلة. انا نكمل كاع القطع تاعي، نغلقو. وحتى البصل والثوم هادو ما نديرهم لداخل، حط كلش لداخل ما نخلي والو، يعني يولي كيما الكراميل، يجي الذوق تاع البصل هايل. هكذا هي نكمل كلش. نغطي الساشي ديالي، نغلقو كليتو عفوا، نغلقو ونكمل انا لافاس تاعي كاع هكذا. نكملها ونغلق الساشي. الا كنتي باش طيبيه طيبيه ديغاك ماشي مشكل، يعني الوصفة مضمونة. حتى ولو كان طيبيه ديغاك، انا وحدة حنطيبو ديغاك، مانيش حنخليه. نزربع هذاك البصل عند الباختو هكذا. نغسل يدي ونولي. هنا انا نكملت غلقت الساشي ديالي، نحكم الكوردون، نتقب، نبدا نتقب في الساشي.
هكذا، ونروح ندخله للفرن على درجة نار قليلة، خليه يطيب تيف باش يجي يطيب، يطيب على غردو ويطيب بنين او ميم طون، يطيب فريمون طري سورتو طري. انا هنا نروح ندخله للفرن وكي يوجد ان شاء الله نوريه لكم. هنا كيما كتشوفوا او تاع الدجاج ديالنا، انا نحيته من الساشي كي طاب بون، ومن بعد حطيته في البلا، خليته يدي تحميره برك. ها مليك هاد الكبده ديالنا، هاولي كيفاش طاب، يعني طاب محمر بيان. دوك نحطو في طبق تقديم ونوريه لكم. هذا هو طبق ديالنا تاع نهار اليوم. درنا دجاج محمر، انا زدت له هنايا معاه الرز، الرز تلقاو نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنايا هاوليك هذاك البصل اللي قلت لكم يولي كاراميليزي، هاوليك شاهدكم الجنة خياتي. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش جيم وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكي العادة افون ما نكمل لا فيديو نقولكم ديروا النية وما ديروش العمل. تهلاو في روحكم خياتي، سلام.